مرحبتين بكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة وصفات جدد ومختلفات. وبصراحة حلقتي اليوم مميزة جدا 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 وأنا مبسوطة بها، لأن ضيفتي اليوم أكثر من مميزة. هي شخصية معروفة على صعيدنا يعني في ليبيا، كبيرة قيمة وقامة وقدرا، وهي شيف قديمة جدا، ونحن نقدر نقول إنه وعينا على وصفاتها وعلى كتاباتها. ضيفتي اليوم باحثة وكاتبة ومؤلفة في الطعام، وخاصة الطعام الليبي. عندها برامج إذاعية وعندها برامج مسموعة، مؤلفة سلسلة الكتاب اللي هو معروف عندنا المكيال البسيط بالثمان أجزاء متاعها، شن نقدر نقول عليها أخرى، مشهورة جدا في شهر طيلة شهر رمضان المبارك على مدار سنوات عديدة ببرنامجها الإذاعي سحورك أو فطورك علينا، وفي عندها برنامج في التلفزيون برضو حتى هو أكلاتنا الليبية، وعندها لقاءات عديدة، ويعني مش عارفة حتى شن نحكي، لأن بصراحة السي في متاعها طويل جدا ومشرف، وأنا شخصيا من أكثر المعجبين بها، وكان عندي نسخة ولا نسختين من كتابها، لأن زمان في تقريبا في التسعينات كانت النسخة أول ما تجي في البداية بكل كان نصوروا فيه تصوير، يعني لأن الكتاب أول ما ينزل يختفي يريح. الكتاب انشهر في ليبيا وانشهر في الوطن العربي، بدأت كتاباتها سنة 1989. طبعا أكيد عرفتوها، ضيفتي هي الشيف سلمى الكرغلي، وأنا اليوم مطبقة وصفة هي شخصيا يعني مخترعتها، وحنسألوها شن قصة وشن سبب التسمية متاعها وكيف اخترعتها، وهي اللي اسمها الهامبرز، موجودة طبعا في كتاباتها زي ما قلت لكم، عندها ثمان أجزاء من المكيال البسيط، وهو فعلا مكيال بسيط. سبب التسمية على حسب ما حكت لي ضيفتي إن بسطت الوصفات للناس، يعني ما درتش قصص الموازين والزمان ما كانش عندنا، وكنا يعني لو أنا تقولها لي فترة التسعينات ممكن حنغرق في شبر مية مش حنعرف الميزان وكيف نبي نوزن، ولكن هي بسطتها علشان هيك كتبها أو سلسلة كتبها اسمها المكيال البسيط. في عندي هنا أنا طبقت وصفتها بالضبط زي ما هي شرحتها لي شيف سلمى. طبعا في عندي هنا همبرجر، لحم همبرجر حطيت فيه، هي تحب انها تستخدم الكرويه فيه، وفعلا انا ما كنتش يعني بصراحه هذه اول مره، الريحه مش عاديه بكل، وقالت لي لو تحبي تحطي فيها كاري او اي نوع بهارات، ولكن انا حطيت هنا الكرويه، وحطيت شويه كزبر، وفيها بصل مبشور حولت الميه متاعها، وفيها فصين ثوم، وفيها قرفه وفلفل وملح وحبهان، حبهان هذه اضافه بصراحه مني. شيف سلمى كيف حالك؟ نورتينا. يا مرحبا، اهلا وسهلا بك. اهلا بك، انا سعيده جدا جدا جدا، يعني هذه اضافه بصراحه لبرنامجي. بارك الله فيك، ان شاء الله ان شاء الله ربي ان شاء الله يوفقك ويوفق الجميع يا رب. الله يسلمك، بارك الله فيك شيف سلمى. طبعا انا اليوم واخذه الوصفه نتاعك اللي هي الهامبرز، نبيكي قبل كل شيء تحكي لي شنو سبب التسميه وليش اسمها هامبرز، طبعا هذه من مؤلفاتك. بارك الله فيك. في البداية نحيي مشاهدينا الكرام في كل مكان، ونتمنى لهم إن شاء الله أيام طيبة وسعيدة وشهر مبارك عليهم إن شاء الله، علينا وعلى الجميع يا رب العالمين. إن شاء الله يا ربي. بارك الله فيك. بالنسبة للوصفة هذه اللي هي البرز أو الهامبرز، كنت أنا عديت طبعا البرجر كيف ما الوصفة كيف ما قلتي أنتي، وبعدين درت معها الرز الأبيض، ودرتها ايضا جبنه الشرائح بالضبط فيها المكسرات. ايوه، جمعت الوصفه كلها على بعضها، اني حطيت مثلا شريحه الجبنه في الصحن، وكبست طبقه من الرز، وبعدين حطيت البرجر في النص، وحطيت طبعا طبقه الرز الاخرى والمكسرات من فوق، وطبعا انقلبت على الجبنه فاصبحت اللي هي على بعضها طبقات، يعني الرز والبرجر والرز والمكسرات، فسميتها اللي هي الهامبرز. جميلة. جميلة. هي وصفة لذيذة جدا ومحبوبة حتى عند الشباب يعني. حلوة حتى حلوة. في المناسبات لطيفة جدا. أيوة. مزبوط، أنا حتى نتذكر حكيت لك قلت لك احتمال نديرها إن شاء الله في الفرح قريب. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله. على خير يعني. إن شاء الله. طبعا أنا نسيت نضيف إضافة مهمة جدا جدا، الشيف سلمى هي أول شخص أدخل الخل في المعجنات وفي الوصفات الليبية، ومن ثم طلعت من عندنا نحن واستخدموها باقي الشيفات في باقي الدول. هذه حاجة حلوة بصراحة أن يكون عندنا حد مستخدم حاجة ما فيش حد دايرها من قبل شيف سلمى.
هو طبعا احنا المطبخ الليبي دائما نعتز به وندافع عليه بقوه يعني. صح صدق، لانه مش واخد مكانته في الاعلام، وللاسف يعني لسبب اعلامنا يعني فعلا. والا هو انا دائما نكون في القمه يعني، مظبوط. لانه يبدا من الصفر، من المواد اللي هي المصنعه اللي نصنعه بها، وتطلع منك اكله ولذيذه جدا، وايضا لها مقوماتها الغذائيه، سواء كانت تحتوي على فيتاميناتها ونحن معدنية وجميع المواصفات أو مقومات الغذاء الكاملة يعني. صح يعني مظبوط، مطبخنا رائع جدا بفضل النكهات اللي عندنا يعني، سواء كان من بهاراتنا أو من إضافاتنا، ونشتغل بزيت الزيتون، نشتغل بأشياء جميلة جدا وصحية اللي متوفرة في بلادنا يعني. فعلا مظبوط، المطبخ ما كانش واخد حقه فيه صراحة بصدق. وبالنسبة لي أنا يعني ممكن نعطي نبدأ حتى عن نفسي على السريع، أني كما قلتي أنتي دونت في 89، بديت ندون في وصفات، ولاقت وصفات بما أني أنا كنت يعني في مهنة التدريس، فكنت قريبة من الأشياء هذينا ومن ابتكارات ومن اختراعات ومن الأشياء اللي نضوق عليها. صح، وكان زميلاتي بصراحة معجبت حتى بالوصفات اللي نعطي فيهن، فعرضا علي قال لي ليش ما تدوني، وجوزي ساعدني على الشيء هذا، فأصبحت ندون. من هنا انطلقت عندي سلسلة المكيال البسيط اللي يتكون من 8 أجزاء، وكانت منوعة يعني، خص بها المطبخ الليبي والمطبخ العربي، ما شاء الله، المطبخ طبعا حتى الآسيوي، والمطبخ اللي الدول الأوروبية وأمريكا أيضا. في كانت الوصفات مش متوفرة المواد في بلادنا هذا الوقت، مظبوط، في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. صح، فكنت شو ندير، كنت نبدل الأشياء اللي هي موجودة مثلا في المطبخ الأخرى بالأشياء المتوفرة في البلاد. وأيضا من منطلق الكتاب كانت أشياء مش متوفرة في البلاد، لما قعدوا الناس يسألوا عليها، حتى التجار قعدوا يسعوا ويجيبوا فيها، اللي هي شكل الزنجبيل الأخضر والصويا والأشياء هذين يعني. صح يعني مظبوط، مطبخنا زاخر وعابر بالأشياء هذين الحمد لله. فعلا. وأيضا اللي هو الخل يعني ألهمني الله سبحانه وتعالى، لأنه طبعا كانت يعني من الأشياء اللي حبها الرسول عليه السلام. فعلا كنت قبل ليش ما ندخلش على مثلا معجنات وندخل على الحلو، فجيتها فعلا يعني شيء محسن طبيعي، وايضا حتى للاكلات تعطي نكهه رائعه جدا. كان يختصوا به السلطه، يغسلوا به في لحم الدجاج بس زمان هيك. صح، لكن انطلقت في بالضبط حتى في المطابخ الاخرى يعني. فعلا مظبوط، لكن للاسف نحن بان اعلامنا ضعيف، فحتى لما تديري شيء يكون عندك مثلا براعه الاختراع ولا ليني، ما يظهروك بشيء، ياخذوه منك ونسبوا لانفسهم. هي هذه دائما. صح بالضبط، صح هي هذه الغلطه يعني. نتمنى نتمنى حتى من ليبيات أو ليبيين لما نديروا وصفة يحتفظوا حتى بالاسم كيف ما هو، ما نخلوهاش مثلا نعطوها فيها كم اسم فضيع ما بين مطبخنا والمطبخ الأخرى، فتكون شنو سهلة أنها تصطاد وتتخذ وتنتقل للمطبخ الأخرى بدون ما يذكروا أنها للمطبخ الليبي. صح مظبوط. هذا بالنسبة للأشياء. نقطع كلامك شيف سلمى، حتى عندك أنت وصفة قديمة اسمها الرهيفة تهيالي، أنا شفتها هي متاعتك متاع حضرتك، شفتها بس بأسامي أخرى، هي زي ما قلتي المفروض اللي ينقل الوصفة ينقلها زي ما هي ما يحرفش فيها. هو هذا للأسف يعني، وناتو مثلا لما مثلا درت سلسلة الكتب هذينا، هذه ما تبيش تقعد لينا بس يعني، تبي تقعد هذا إرث المطبخ الليبي بالكامل. مظبوط يعني، عندك حق، نحافظوا عليه هذا المستطاع يعني. فنلاحظ أن حتى تو في الوسط اللي هو في وسط الطبق في الفترة هذه، اللي هو أن معظم الشيفات يعني يلجأ للأشياء اللي هي تجارية أكثر شيء يعني. صح مظبوط، فنحن الشيء هذا طبعا يضرب المطبخ الليبي. المطبخ الليبي له أصول وله تقاليد تخص به. صح يعني ممكن نطوره منه كيف ما نادرت مثلا في وصفات دخلت عليها وطورتها. صح، شكل العصيدة بالشوكولاتة بس خليتها باسم العصيدة يعني. بالضبط، عندنا اللي هو الرشدة بالمكسرات، عندي إضافات على المطبخ الليبي شكل في الحلويات، هذه ابتكرتها طبعا في التسعينات وأصبحت متداولة الآن حتى مش في مطبخنا، حتى في المطابخ الأخرى يعني. في المطابخ الأخرى عندنا. صح، وصفات يعني يعني مطبخنا لذيذ جدا وراقي جدا في نفس الوقت، وأيضا زاخر وعامر بقيمته الغذائية، فنتمنى أن كل مثلا حد يتطرق له أنه يحافظ عليه ويضرب المظهر اللائق، لأنه فعلا أكيد يستحق الاحترام والتقدير. فعلا مظبوط. طبعا هذين بالنسبة لي، وأنا لما اشتغلت في الوقت هذاك كان حتى مثلا مثلا الوحدة لما بتقول مطبخ وهني،
فتكون يعني فيها شوية عيب يعني. صح مظبوط. مثلاً تطبخ والله أني أيوة، حتى تحصلت على أول لقب الشيف الليبي في التسعينات. هذه حاجة حلوة. من هنا ممكن بارك الله فيك إن شاء الله. وعندي مثلاً عديد من الأعمال اللي هو عندنا المطبخ الليبي اللي عرض على القناة في ليبيا الأحرار، وعندي نكهات ليبية عرض على قناة الرسمية أو قناة المستقبل، عندي في السلسلة كبيرة في الإذاعة المسموعة، عندي فطورك علينا حتى هو كان كتيب إصدارتها لي اللي هي القناة الليبية، كانت في فترة نهاية التسعينات تقريباً إصدرت منها تقريباً حوالي 100,000 نسخة تقريباً هيك إذا سعفني الذاكرة، ما شاء الله وزعوا حتى مجاناً. أيوة. ما شاء الله. يعني عندنا وعندي في مجال في البيت، وعندنا أيضاً عندي نقطة أخرى نبي نتطرق لها اللي هي إصدار عندنا اللي هو أنا اهتميت بطبقة اللي هم الصم والبكم والكفيف. هذه حاجة كويسة برضو. الصم والبكم. أيوة. الصم والبكم اتفقت حتى أنا وجمعية اسمها جمعية التواصل، كان ماسكها الأستاذ صلاح بن عطية، فعطيتها حتى جزء من الكتاب أنا يصدر للصم والبكم ويكون مرجع لهم. وبالنسبة للكفيف استضافت في المطبخ متاعي ودرت أنا وياها ندورة، وكان النساء رائعات جدا وذكيات جدا ويحتاج للوقفة الجادة هذه فعلا. ففعلا يعني عندنا صعوبة، ولكن لما دخلنا للمطبخ لقنا هين، قال لي يعني يا بلسال ما احنا ما كناش نصوروا أننا نستوعب المطبخ بالشكل هذا. مزبوط. عرض حتى فقرت منا على قناة 218 ما شاء الله. فدائما نحن نشدوا على أيدي الفئة هذه، وأيضا لأن نحن عندنا عقول كبيرة ومدبرة والحمد لله، وبالنسبة للمطبخ يعني إرثنا عظيم جدا، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الجميع يا رب. إن شاء الله طبعا بوجود حضرتك شيف سلمى أكيد أكيد حيكون في اهتمام أكثر، يعني حضرتك معلمة لنا ونحن استفدنا منك. نحن زمان كنا يعني ندوروا في الكتاب، الكتاب أول ما ينزل على طول يريح، لدرجة أنا حكيتها أول ما بديت لدرجة قعدنا نصوروا فيه مذكرات، يعني اللي عنده مذكرة الشيف سلمى هذا وين حاجة كبيرة، لأن الكتاب ما يقعدش من كثرة ما هو غني ودسم ما شاء الله. بارك الله فيك. وانا اتطرقت اني نديرها كيف ما قلتي انت وسميتها المكيال البسيط، بس نبسط على ربات البيوت، لان بدل ما الوحده توزن وتمل من المطبخ يملوا منها شويه، فحولتها بالكوب والملعقه العاديه اللي في المطبخ يعني. أيوة. يعني من اوائل الكتب اللي تطرقت للمقادير هذينا. وايضا في عندي الجزء الثالث اللي وهديته حتى للطالبات يعني لانهم بعيدات على المطبخ في العلم. صح. ففعلا قد اغتنم فيه، واصبح حتى عند العرايس ما يطعنش الا به. صح. وفيه كتاب حطيت فيه حتى هو المقادير الكبيره اللي هي متاع المناسبات، في ناس اشتغلوا به وفتحوا به مصدر رزق واصبح مصدر رزق لهم، وفي منهم حتى شيفات يعني. في وجدين ايضا حتى في القناطر عندنا هنا في بنغازي، او حتى في طرابلس. يعني اصبح مرجع مرجع يعني بالنسبه للمطبخ الليبي اللي هو كتاب المكيال البسيط. ما شاء الله ما شاء الله. ربي يوفقنا ويوفق الجميع يا رب. ان شاء الله ان شاء الله والله. طبعا الانسان دائما وفي نقطه اخرى انا حبيت ان حتى طرقت لها انه يرجع اللي هو نحن كنا نسموه التدبير المنزلي زمان. مظبوط. حتى انا حكيت عليها المدارس. يا ريت يا ريت يرجع للمدارس ويرجع للخاصه الثانويه والاعداديه سواء كان للبنات او الاولاد. مظبوط. حتى من هنا ممكن نحطوا في بنزل اللي هو ثقافه الغذاء يعني. الثقافة هذه مهمة جدا في الغذاء. مظبوط. بتعدوا حتى على الأشياء المصنعة وندخلوا على الطبيعي يكون أفضل. يعني أنا لاحظ حتى في النت والأشياء كلها مصنعة. مظبوط. حتى الألوان والأشياء هذه. الألوان الغذائية. هو مش مجرد أيوة مش بهرجة هو. صح. يعني لما نطلع كشيف نبي نطلع باش نفيد الجميع. وكيف نفيدهم؟ نفيدهم بشيء اللي يفيد صحتهم. نبي يعتدوا على الألوان والأشياء المصنعة هذينا. يتطرقوا لي كل ما هو طبيعي، وايضا في نفس الوقت تفننوا في الطبخ. مزبوط. عندي مزبوط. حتى البرنامج الاخر اللي هو الفكره الاخرى اللي هي عرضتها اللي هو عندي الشيف الصغير حتى. هذه نسيت نحكي عليها فعلا، هذه كانت مميزه جدا بصراحه. ايوه عندي الشيف الصغير حتى هي طرقت لها في الاذاعه المسموعه، وفعلا يعني لاقت نجاح كبير في بنغازي، وإن شاء الله حتكون مستمرة يعني. عندنا اللي هو الفئة العمرية من 11 إلى 18 سنة ما شاء الله. هنا طبعا أول كانت الفكرة منطلقة منا نحن، يعني الفكرة الأولى كانت من ممكن ما الواحد لا يزكي على الله أحد، كانت من الشيف سلمى كرغلي،
وكانت طبعا تبنتها إذاعة بنغازي المحلية بارك الله فيهم، وهي كانت فكرة رائعة جدا ونتمنى، وكان إقبال لأن البنيات في السنة هذه وجوني حتى شباب ما شاء الله فعلا نتذكرها شفتها كان فيها ما شاء الله. حتى الأول كان خداها الشيف أحمد المجبري كان يعني مجتهد جدا، الوليد خداها على مدار سنتين، فالأشياء هذين محتاجين يعني صدق يعني. ما شاء الله يعني ما شاء الله الأشياء هذين هن خشنا على بوابة الثقافة إن شاء الله. فعلا فعلا، وحتى العالم يشوف الليبيين ويشوف الطبخ والأكل متاعنا وثقافتنا. بصراحة مش عارفة شو نقول، أنا مبسوطة جدا جدا أن حضرتك لبيتي الدعوة وأنك أنت كنتي ضيفة، ويعني هذا دعم كبير منك من حضرتك ليا. وأكيد حلقتي هذه اليوم زي ما أنا قلت في البداية أكثر من مميزة. أنا شاكرة لك جدا شيف سالمة، وإن شاء الله مستقبلا يكون عندنا لقاءات أكثر من هيك وبتوسع أكثر. وانتي طيبة شيف مجد إن شاء الله بالتوفيق يا ربي. شكرا. وفعلا حتى أنت من النساء اللي نعتز بين إنك تحافظي على التراث الليبي، ومشكورة على اللفتة وعلى دعوتي لل. شكرا. أنا اللي مشكورة والله جدا الله يسلمك. بارك الله فيك، ونشكر الفريق بالكامل، ونوجه التحية لكل شعبنا الليبي وكل من يتفرج علينا في ربع بلادنا أو غير بلادنا، ومحبي الشيف سلمى الكرغلي، ولك أنت التحية الخاصة. شكرا. وإن شاء الله ربي يوفقك ويهديك ويسعدك، وإن شاء الله بالتوفيق يعني. الله يسلمك، بارك الله فيك. صحيتي صحيتي. طبعا اليوم أنا زي ما حكيت لكم ما تصوروش كيف أنا مبسوطة. طبعا الشيف سالمة كانت معايا من الناس يعني محببين جدا على قلبي، وأنا متأكدة بعد ما تنزل الحلقة كلهم حيحكوا على أن كل حوش عندنا في بنغازي وغير بنغازي عندك كتاب المكيال البسيط، سواء كان كل الأجزاء أو أجزاء بسيطة منهن. أنا اليوم دايرة يعني حلقة اليوم واخذة منها الحلو والمالح، زي ما أنتوا شفتوا معايا الهامبرز اللي هي حكت لنا عليها. فكرتها سهلة، شفتوها طبعا، ما قدرتش نحكي لأن الشيف سلمى كانت تحكي. إن شاء الله تسترني وتنزل. أيوة ما شاء الله الجبنة لصقت مع أني درت لها زيت، لكن مش عارفة كيف قصتها، بس برضو مش مشكلة، حنحاول نشوف الثانية حتى هي مازالت، لكن حنحاول أني أنا نطلعها ونحطها عليها. ممكن بس لأن الرز متاعي مش ساخن واجد. طبعا الرز رز عادي، رز عادي أنا طبخت عليه لحم، هي المفروض تكون ماسكة. رز عادي عليه لحم أو على دجاج زي ما أنتوا تحبوا، وبعدين تجمعوا الطبق متاعكم اللي هو تحطوا الجبنة الأول، وبعدين تحطوا شوية رز والهامبرجر أو البرجر، وبعدين تحطوا عليها رز مرة ثانية وتغطوها من فوق برز، وبعدين تسكروها بالمكسرات. طبعا اعزائي المشاهدين، علي ما حاولت نطلع الثانيه، حنطلع فاصل ونرجع نوريكم كيف نقدم الطبق وشن هو طبق الحلو بتاعنا، ما تمشوش بعيد. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، زي ما شفتوا هذا طبق الهامبرز، ونحط عليه المكسرات. أنا يعني حطيت بس قلت ها تو ندير ديكور تلاكم. وفي عندي طبق الحلو، هو ساهل وهو برضو من أطباق شيف سالمة، هو الكعك المعسل بالكنافة. نحن ديما يعني معروفين به نحبوه، وأكيد طبعا هذه شيف سالمة هي اللي عطت الوصفة الرئيسية. في عندي دقيق مديور طبعا هو بالزهر، ناعم وخفيف ورطب وما يمسكش اليد. خلوني نلبس سكونتياتي باش المكونات نتاعها دقيق وزبده وسكر ناعم ونشا، وهذه عندنا كنافه للتزيين وعسل للتزيين، وفي عندي هنا ربع كوب زهر او زيت زهر او عطر زي ما انتم تحبوا، مش عارفه يعني كل واحد وذوقه. هناخذ نحط هنا
كاشيكين سكر ناعم، وفي عندي كاشيك نشا، والزهر زي ما قلنا. ما فيش طبعا بيكنج بودر لان الزبده هي اللي حترفعه. هناخذ ننزل الزبده بشواش ونعجن، بس اعتقد الزبده مناسبه. لو حسيت ان الزبده متاعي ما مسكتش كويس نقدر نزيد دقيق حتى يجي خفيف. طريقة زي البشكوت بالضبط، خليني نزيد زيت. نفس فكرة البشكوت العادي يعني. هنلمه كويس. في عندي عسل طبعا زي ما قلنا للتزيين، هنحول هذين من حدايا، مش هناخذ انا المقدار كله، هناخذ نوطي الطاجين تاعي. يدخل للفرن على 180 وما يحيرش، دوب ما ينحمر مني نطلعه. مش هناخده كله، هناخد بس جزء بسيط. طبعا هو المفروض انه يتريح. ليش يتريح؟ باش بعدين انا لما نلفه يلتف معايا بسهوله. انا هنا لاني مستعجله فمش هنقدر نستناه لعند ما نحاول بقدر المستطاع، مش بالعجانه طبعا، بالايد. هكي كويس، خلنا ناخذه بالجزء بالجزء. لما ما يتريحش حتشوفوها كيف انها هي تقطع جاي ما بين الغريبه ما بين الكعك العادي. حتى عاصي شويه تحسوه لما ما يتريحش معاكم، لازم نريحه شويه او نبدا نعجن فيه بايدي. تقريبا حاجة نص ساعة يتريح باش الزبدة والدقيق ويشربن مع بعضهن. هيك يسخن من ايدي شوية، بلكي تحرك معايا. المهم انتو عندكم الوصفة سهلة وسريعة وما تاخدش وقت. نزيد لكن هيك شوية زيت، لو حسيتوها ناشفة منكم تقدروا تزيدوا لها شوية زيت أو زبدة عادي. تحبوا تديروا بالسمن يجي، بس عادة السمن ثقيل شوية. شوفوها هيك يا أعزائي المشاهدين، بدأت تلتم معايا. زدتها شوية أنا زبدة وزيت، رطبة شوية هي، نحطها زي ما قلنا هي ما فيهاش بيكنج بودر لان الزبده هي اللي حترفعها، وخلوها تريح نص ساعه وبعدين اشتغلوا بيها. شويه تكون رقيقه لان حتنتفخ اول ما خشوها. هو فكرته ما يكونش فيه بيكنج بودر ومنفوخ، لان انا اصلا ما زلت نبي نحط له عسل وما زلت نبي نحط له كنافه، فهيك حيرتفع معايا. حندير بس قدامكم ثلاث وحدات لاني اصلا انا مجهزه طبق. هل جت صغيره؟ لا. بالنسبة للعسل يا أما نديروه أنتو بروحكم، خلاص أنا نكتفي بهذين الاثنين. يا أما العسل تديروه أنتو بروحكم يا أما تشروه واطي. أنا مرات ندير فيها، مرات ناخذ العسل اللي هو الغليظ شوية، هو مفروض شربات يعني مش عسل عسل، بس حناخذ أنا
ندير لشنو ناخذ نحط له ميه، ميه سايره زي هيك، وهو المفروض يكون خفيف واجد ما يكونش ثقيل علشان ما زلتني باللبسه بالكنافه. ريحه الزهر طبعا طالعه. شوفوا هذا شكله، بس حنوريكم كيف حندير له لما حنطلعه، حنحطه في العسل. وهذا هو، حناخذ بس شويه هيك بالشوكه يدوب يعني نغطسه في العسل، وبعدين نحطه في الكنافه. الكنافه ما نحط لهاش اي اضافه، يعني لا نحط لها لا زبده لا زيت لحتى حاجه، كنافه عاديه ندخلها للكوشه ونخليها تتحمر. خلاص نحمروها ونكسروها، نفتفتوها تفتفيتك صغير صغير، وبعدين نسكروا بيها الكعك متاعنا. أنا كملت معاكم اليوم أعزائي المشاهدين، حلقتي كانت مش عادية وحلوة، وأسعدتني بها الشيف سلمى الكرغلي، انبسطنا واجد معاها، الله يعطيها الصحة والعافية. اليوم درنا الهامبرز اللي هي وصفتها، ودرنا برضو كعك الكنافة المعسل. أنا كملت معاكم، من هنا لعندنا، نشوفكم بكرة، كونوا بخير.